السلام عليكم حبيباتي. كان اليوم ثاني يوم من السفر ديالنا لطماريس. بتنوض الصباح بكري مشيين الشفنج، قلت غنمشي هادو الشفناج غناخذ لهم الشفنجات. تفاجأ كانوا مسمنات معمرين بالزيتون، ولقينا مسمنات معمرين بالشحيمة. وديت الكرواسون، ديت اللوازم ديال الفطور، ولكن ما كسافيتش. شربت لك واحد البراد مشحر ديال اتاي، وضربت لك الشفنج، ومشيت نعمل لها نفيقهم باش نوجد لهم الفطور. وعلى فكره انه هالاقامه هذه سميتها الجميره، مال الجميره بيتش، اقامه جد رائعه بصراحه. انا ارتحت فيها انا والوليدات والعائله، خصوصا انه البحر قريب ليها، يعني مجرد ما تطلي من الشرجه ما تلقى لا بلاج، وبينه وبينهم غير شارع. يعني كطمني على الاولاد، ونقيه فيها لابيسين فوق ولابيسين لتحت، وفي مكان الالعاب باش يلعبوا الدراري. وبالليل الواحد يقدر يتجمع مع الجيران، مع الاحباب، مع الوليدات، مع العائله، مع كل شيء. صراحه رتاحين. وتحيه للمراه اللي اجرت لنا لابارتمون اللي على شكل فيلا تما، كاين بصراحه استانسنا الحمد لله. وجدنا الوليدات وجدنا الغدا، وجدنا لابلاج، ندوزو ديك السويعه ديال الظهر والعصر ان شاء الله. كان جد جد رائع. الماء بارد 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 ما شاء الله. الدراري لعبوا البينبون، لعبوا الكره، الفوت، الالعاب اللي بغاو كيلعبوها، ارتاحوا، جراو، تغداو مع راساتهم. وصل العصر ركبوا الحصان، ركبوا الجمال، ما شاء الله. دوزنا واحد الوقت جد رائع. من بعد اتجهنا لواحد مجموعه ديال الكافيات موجودين في طماريس، سميتها موند وغزاله ما شاء الله.